إذن شكرا زهرة الفضلي، ودعم كبير من الجهات الإيطالية لوجوب إسناد القرض لتونس، تعاون صندوق النقد الدولي مع تونس، تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس. زعما علاش خالد عبيد؟ هو الأمر واضح، يعني هو استباقي اللي قاعد تقوم به إيطاليا وأخرتها غير الجورة والعشرة وكل إن شاء الله العشرة دي ما تكون عشرة طيبة. باهية طيبة هي المحالة منذ ما هيش طيبة، احنا نحبوها ديما طيبة إن شاء الله، خاطر كيما هم استفادوا منا احنا استفدنا منهم. لكن آخرها اليوم الكلام اللي سمعناه تصريح رئيس الوزراء الإيطالية في هذا الموضوع، واضح أنه إيطاليا تريد أن تستبق وتريد بطريقة أو بأخرى أن لا يحدث أي مكروه لا قدر الله في تونس، باعتبار أن قراءة الاتحاد الأوروبي وبعض الأوساط داخل الأوساط بعض الأطراف داخل الأوساط الأوروبية ترى أن الوضع قاتم في تونس في نظرها، خاصة على المستوى المالي والاقتصادي وارتدادات ذلك على المستوى الاجتماعي وربما ما سيحدث وفق قراءتهم. ولهذا السبب إيطاليا دقت بالنسبة إليها ناقوس الخطر، يجب بأي طريقة كانت إعانة تونس، لأن تونس هي تعتبر صمام الأمان والحصن الأمامي لأي إمكانية لحدوث تجاوزات في أرض إيطاليا. المشكلة لإيطاليا هي أنه لا قدر الله إن حدث أي شيء في تونس فارتداداتها ستكون في إيطاليا وليس في تونس فقط، ولذلك هي تقرع ناقوس الخطر من أجل إعانة تونس والوقوف إلى جانب تونس حتى تبقى الأوضاع مستقرة في تونس، يعني درءا لما قد يحدث بالنسبة إليها. نحن نعرف أن تركيا عندما في أزمة اللاجئين تاع 2015 عندما تركت تركيا وسمحت دون أن تعلن عن ذلك في نهاية الأمر للاجئين كي يعبروا أراضيها في اتجاه أوروبا، رأينا كيف الآلاف وعشرات الآلاف ومش ما نقولش مئات الآلاف اللي عبروا أوروبا من ناحية اليونان وبلغاريا وغيرها ووصلوا إلى ألمانيا ووصلوا إلى دول أوروبية، ونعرفوا كيفاش أن في الأخر أوروبا اضطرت إلى أن تتفاهم مع تركيا وابتزتها تركيا بين معقفين وأعطت وضخت أوروبا أموال كثيرة لتركيا كي تمنع وتسد هذه المنافذ كي لا يخرج من جديد هؤلاء اللاجئين. في تونس احنا في تونس مثل هذه الامور معناها ليست لدينا هذه النظره لدى تركيا، ولهذا السبب معناها الذي يحدث هو نوع من الابتزاز تجاه تونس سواء من الاطراف الاوروبيه، وايضا حتى ما المصلحه الايطاليه هي مصلحه ايطاليه عليا ترى أنه يجب أن تستقر أوضاع في تونس لا غير، ليس من أجل عيون تونس أو من أجل عيوننا فقط، هذا الأمر واضح. يعني إذن الكرة عنا مش عندهم هما، بالفعل الأمر يعني في ظاهره تعاون كبير وشد لأزر تونس، وفي باطنه هو إيقاف لنزيف الهجرة والمشاكل التي تتولد عنها. أكيد هو ثم حاجة أخرى زاد ريتها الفزاعة متاع الاتحاد الأوروبي تونس على شفاء الانهيار وغيره. زاد الاتحاد الأوروبي بالله يحترم عقولنا شوية، معنا الاتحاد الأوروبي هذا ما عمل حتى دياجنوستيك للعشر سنوات اللي دمرنا فيه، ما خرج حتى بلاغ الأولى، ما أعطاه حتى موقف من الإسلام السياسي. عشر سنوات ثلاثة دمر دول قائمة وطنية، بدأ بالعراق اختمها بسوريا جاء ليبيا، معناها بالتالي هالمزايدات عندنا ناس مطلوبين عنده للعدالة خربوا تونس ما سلمهم الناس، عندنا أموال منهوبة ما ساعدناش فيها، بالتالي هالمزايدات وريته في التالي غصرها ليامات، خطر زاد عنده أطراف هنا في تونس مش تتمس حتى في علاقة بالإيقافات الأخيرة. بالتالي هالخطاب اللي قاعد يحكينا فيه تونس راهي كذا وكذا وريناه ايش عمل في لبنان، معني شمال في لبنان حكاية فارغة، وأنك تنظر لنا اليوم أن ملف أمني في تونس، احنا مانيش ملف أمني، مانيش ملف أمني، معناه شنو اللي يقوم باللي يشدوا تونس ليجون المهاجرين؟ احنا عندنا شراكات، عندنا شراكات وعندنا تهديدات وعندنا موقع جيوبوليتيك في تونس، وعندنا افريقيا اليوم اللي قاعده زادم عليها الصين وروسيا، وعندنا حسابات اخرى وعندنا متغيرات دوليه. احنا مانيش ملف امني، مانيش ملف امن تونس، ماهيش ملف امن وماهيش للابتزاز وماهيش انك انت وتونس وجري ولا لا لا. وحتى ايطاليا مع احترامنا ليها، ايطاليا راهي على خطر عندها حسابات مع الاتحاد الاوروبي، خطر حتى هي راهي ملف الهجره تدبر فيه في فلوس. إيطاليا شوف كم الأموال اللي تاخذ فيه على مستوى الهجرة، نحكي لك راهو على مليارات اللورو، معناها بالتالي اليوم هالفزاعة بتاع ردوا بالكم تونس راهي على نية، إيه الاتحاد الأوروبي ماذا بيه أعطانا دياجنوستيك بتاع 10 سنين في تونس، ماذا بينا أعطانا مواقف، شنو موقفه من الأموال المنهوبة؟ عندنا ناس مطلوبين من تونس تو ولا أمس ولا أمس، ما سلمهولناش، بالتالي هالفزاعة اللي استعملنا فيها معناها، وهو دمر ليبيا،
بالك دمرت هنا ليبيا ولا العراق وغيرها وغيرها وغير. بالتالي تدخلات وراهي موبوءه وغير بريئه ويعاملنا على قدم المساواه. احنا شركاء بين الضفه الشماليه واحنا عندنا شراكه مع الاتحاد الاوروبي، يعني انك اليوم بلاي تونس هذه رفوها شوفوها وردوا بالكم منها باش ما يجيوناش المهاجرين. ليه معناها تبخيص وترخيص؟ وحتى هالمساعدات اللي يحكيو لنا عليها هو حتى المساعدات بلاي سامحني 110 مليار كاو على مساعدات وزاره الداخليه وزاره العدل، راكم ما شديتوش علينا سمال طيح، اعطيتونا هالاربع خفرات ورا اربع كراهه باش ندوروا بهم، حكايه فارغه مش هذا ريت شراكه. انا نعرف تركيا قداش خذت، نعرف تركيا قداش خذت، وشنو الابتزاز اللي خذته، وشنو اللي خذته حتى في علاقه بانها ترشح للاتحاد الاوروبي. باش فيني لهنا على نقطه هو الى اي مدى تونس عارفه الخارجيه التونسيه، الى اي مدى عارفه كيفاش تتعامل مع الموضوع هذايا، كيفاش تقدم طلبات، كيفاش تقدم استراتيجيه. احنا طيله السنوات الفارطه ما عندناش رؤيه وماناش قادرين باش ندافعوا على مصالحنا الاستراتيجيه، عكس الاتراك تفاوض مع أوروبا من موقع القوة، نحن نتفاوض مع أوروبا من موقع الضعيف المستضعف، ولهذا السبب معناه لم نكن قادرين على أن نفرض شروطنا من أجل تحسين الأمور بالنسبة إلينا، لأن أنت باش تطلب منا باش نكونوا احنا خفر سواحل، ما تنجمش تونس تكون خفر سواحل، هذه ناحية أولى. ناحية ثانية باش تطلب أنت احنا نوقفوا تيار الهجرة، علاش نوقفوا تيار الهجرة إذا كان احنا مانيش قادرين باللي نعب بالوسائل اللي عندنا باش نجموا نوقفوا تيار الهجرة؟ المسألة هي علاش نستنزفوا في مواردنا من أجل موضوع اللي أنت نصدر، وعلاش تحبني أنا الأزمة علاش تقعد عندي خنصدر هيلك لا مش هكاك، علاش أنا نكون معناها مهمتي باش يكون الشرطي نتاعك ويزمني نوقف الهجرة من أفريقيا وغير أفريقيا ولا الهجرة تاع توانسة إليك، هذه الناحية الأولى. لكن الناحية الثانية والأهم هو رأي إيطاليا، القلق نتاعها مش على خاطر هي صحيح هي أوروبا تعاون فيها مالين، لكن إيطاليا عندها منذ السنوات تشعر بالغبن باعتبار أن هي التي تتلقى العبء الأكبر من حجم الهجرة السرية ذي وهي تتحمل كل هذا. وأختم بسرعة، هو راهو احنا هلنا على انفسنا باش خلينا اطراف خارجيه تتدخل في شؤوننا، احنا سيادتنا الوطنيه فوق كل اعتبار، لكن يجب قبل كل شيء تحصين جبهتنا الداخليه، الوحده الوطنيه قبل كل شيء، ما عدا ذلك كله يبقى كلام. شكرا سي خالد عبيد. وحتى دبلوماسيتنا في حاجه الى اعاده مراجعه واعاده تموقع على ضوء المتغيرات، وثم الاتجاه شرقا اليوم وقت اللي تجي تشوف الصين قاعده تعمل في 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 حاجه من المعجزات السياسيه في علاقه بالتقارب الايراني السعودي، وتشوف اليوم الدور الروسي والصيني يلزمنا زاد نوعه هالعلاقه الكلاسيكيه مع الخارطه الجغرافيه السياسيه، يلزمنا نعرفوا كيفاش نقتنصوا اللحظه وكيفاش نوظفوها، يلزم العقول، يلزم العقول التي تفكر وتخطط. حبينا نحكيوا في الخارجيه وحبينا نحكيوا في العلاقات الخارجيه وفي الخارطه معناها الدبلوماسيه التونسيه الجديده، ان شاء الله ربي سهل. اذا نمر للخبر الموالي، زياره السيد رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد 67 للاستقلال لمدينه لولايه القيروان، تابعوا مع بعضنا. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للاستقلال، تحول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مدينة القيروان حيث اجتمع بإطارات الجهة بمقر الولاية. وعبر رئيس الجمهورية بالمناسبة عن رفضه التدخل الأجنبي في شؤون تونس الداخلية باعتبار أن بلادنا ليست تحت الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية. وذكر بأن جامع عقبة بن نافع احتضن اجتماعا في جوان 1882 تم الاتفاق فيه على مقاومة الاحتلال بقوة السلاح على إثر إقرار الحماية الفرنسية التي اعتبرها استعمارا واحتلالا استيطانيا للأراضي التونسية. وأضاف سعيد أنه لن يقبل بالتفريط في سيادة بلادنا وفي كرامة شعبها وسيعمل من أجل تحقيق مطالب التونسيين، مشددا على المحافظة على المرافق والمنشآت العمومية لأنها في خدمة الشعب، لكن لابد من تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدت بها إلى هذا الوضع الذي وصفه بالكارثية. وقال في هذا السياق بأن الدولة تخوض حرب تحرير وطنية لضرب الفساد والمفسدين والمتآمرين الذين لا يتوانون عن تجويع حتى الرضع وفق تعبيره. شكرا زهر الفضلي. ورئيس الجمهورية يواصل حربه على الفساد والتلويح بإدانة كل من يجوع التونسي. حضرة العميد، أولا ساعة ثم سلوك سياسي جديد في تصرف رئيس الجمهورية في تونس،
معناها احنا نهار اللي تفتح مجلس النواب الناس كل تستنى فيه باش يمشي يعمل لك الخطبه العصمه اللي نعرفوها عند الرؤساء السابقين. هو مشى الغردي اليوم زاد نهار عيد الاستقلال مشى الولايه الداخليه اللي هي القروان. اهم اللي جاء في الكلام هذه هو السياده الوطنيه، خاطر اليوم زاد بغض النظر على موقفك من قيس سعيد السياده الوطنيه كي رجوليه عندك ولا ما عندكش. اليوم ثم ناس، اليوم ثم عندنا مواقف ماناش في حاجه باش نكونوا محايدين فيها، حتى حد ما يملي علينا وحتى حد معناه يحطنا الاتحاد الاوروبي وهو باش يعطينا دروس في العنصري. انت برا في نيت كالي، انت هونك تضرب فيه تقتل فيه، انت برا هوني في بريطانيا قاعده تبعث فيه من رواند. معناها بالتالي اليوم ثم سياده وطنيه اون كيستيون في تونس، وفي اعتقادي الناس هذوما عندهم اطراف داخليه هنا في تونس، هما عندهم بطاقه تعريف تونسيه اما هما راهم في علاقه به، والحكايه تحيرت بعد هالوفاق هذا اللي تشد خاطر ثم برشا اطراف موجوده في تونس. الحكايه الاخرى اللي هو مستشفى الملك سلمان، هذا عنده 7 سنين هم يدرسوا ولا 8 سنين، الفلوس موجودة مانيش فاهم ماذا يحدث في وقطعة بلدي. الأرض موجودة والبلو موجود، لم أفهم ماذا يحدث في بلدي. الفلوس موجودة والأرض موجودة وإحنا ندرسوا، بالكش ندرسوا ثم الدرسان متاع الحصيدة متاع المندرة وثم الدرسان متاع نعطيه لزيد وفلان ومكمك وعكعك ومن اللوطة ومن فوق. أنا مش نفهم مشروع، الفلوس محطوطة والأراضي محطوطة في مشروع حياتي للناس هذوما، وشفنا في كوفيد الولايات الداخلية وحتى في الواحد كيفاش القيرة وين بيدها نفسها وهو يتفرج. وثم ناس داخل الدولة نعاود نأكد داخل الدولة داخل الإدارة التونسية تسعى إلى التعطيل الآن وهنا تو تعطل. خالد حبيب، نعاود نقول نذكر اللي قلته منذ قليل على اساس انه السياده الوطنيه هو امر ضروري، لكن باش تكون هناك سياده حقيقيه في تونس يجب تحصين الجبهه الداخليه وتوحيدها وتوحيد التونسيين وجمعهم في خطاب واحد ومن وتحت رايه واحده من اجل انقاذ تونس من الوضع المأزوم الذي تعيش على المستوى الاقتصادي والمالي وارتداداتها وتداعياتها السياسيه والاجتماعيه. وسيد رئيس البارح جبد المثل بتاع الاجتماع أو الميعاد بتاع القبائل اللي حدث في القيروان في 1881 هو أمر إيجابي، لكن علاش إيجابي نقول هيك؟ لسبب بسيط، باعتبار أن الاحتلال الفرنسي سرع دون أن يدري المحتل الفرنسي سرع في مسار الوعي لدى التونسي بأن هناك كيان اسمه تونس، لأن حتى في تلك الفترة ما نجوش نتحدثوا على كيان وشعور بأن هناك أمة تونسية وشعب تونس ووطن اسمه تونس، ما زلنا لن نصل بعد في تلك الفترة إلى مثل هذه المرحلة من الوعي. أيام قليلة بعد توقيع يعني معاهدة باردو، أشهر قليلة بعد توقيع معاهدة باردو مايو في أكتوبر جوان أكتوبر وهذا في أكتوبر اللي حكي لي اللي صار في القيروان أكتوبر مش جوان 81 معناها بعدها تو ما جابش نحدد لك التواريخ بالضبط خليتني تو، اما حاجه ناكد لك ان بعد بعد الامضاء على اتفاقيه باردو اتفاقيه الحمايه حدثت عده اجتماعات ميعاد، واحد في القروان واحد في منطقه سبيتلا جمع هذه القبائل. لكن الحاجه الايجابيه في كما قلت معناها الحثت هو انه هذا الاحتلال سرع دون ان يرغب في ذلك في عمليه توحيد والتسريع نحو التعميق هذا الوعي بوجود كيان وبوجود ارض مشتركه لمواطن لسكان تونسيين اسمها تونس. ولهذا السبب المسار تاع تشكل الوعي الجماعي التونسي والوعي بوجود أمة وبوجود شعب بدأ منذ تلك اللحظة منذ 1881. ربي يحمي بلادنا. شكرا لك خالد عبيد. نمر إلى موضوعنا الرئيسي هذا المساء، نتحدث على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات بلدية جديدة في الأفق، تحدث لا تحدث، وكذلك انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، ونتحدث كذلك عن العلاقة بين الهيئة وبين البرلمان. ويحاضر معنا كذلك من جهة أخرى رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب نزار الزغدودي، ثم نعود للبلاتو نستقبل ضيوفنا. بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي المتعلق بحل المجالس البلدية، تضمن الرائد الرسمي ذاته الصادر في 9 مارس الجاري مرسوما يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وآخر يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. اعتبر المرسوم الأول المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية وجهوية طبقا للدستور، يتم انتخاب أعضائها لمدة 5 سنوات
كما بين هذا المرسوم شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم، فضلا عن شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم. أما بخصوص المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، فقد تم إقرار تنقيحات تهم الانتخابات البلدية، منها تلك الخاصة بالشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، حيث نص بالخصوص على أن يكون المترشح مقيما ومسجلا بالدائرة البلدية المعنية بترشحه، مع وجوب إرفاق ملف الترشح بخمسين تزكية من ناخبين مسجلين بالدائرة ذاتها، نصفهم من الإناث وخمسة عشر منهم من فئة الشباب دون سن 35. كما شملت التنقيحات ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية، والتي ستكون 8 مقاعد لكل بلدية يكون عدد سكانها أقل من 50,000 ساكن، و16 مقعدا لكل بلدية يتراوح عدد سكانها بين 50,000 و150,000 ساكن، في حين سيبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي 24 عضوا لكل بلدية يفوق عدد سكانها 150,000 ساكن، وتعتبر كل بلدية دائرة انتخابية. إلى ذلك تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداد أجهزتها الإدارية والتنفيذية مركزيا وجهويا على كافة المستويات لإجراء المواعيد الانتخابية القادمة، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، مشيرة وفق تصريحات لعدد من أعضاء مجلسها إلى أن تحديد مواعيد هذه المحطات الانتخابية سيكون بالتنسيق بين الهيئة ورئاسة الجمهورية. وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس الهيئة ماهر جديد في تصريحات عالمية إنه كانت هناك اختلافات وصفها بالجوهرية بين مواقف أعضاء الهيئة بخصوص المراسيم المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية ومجالس الأقاليم والجهات، خاصة في توقيتها وفي مجالاتها وفي مضمونها، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتخابات بلدية في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، كما دعا إلى التريث وإلى ضرورة تقييم عمل المجالس. شكرا نزار الزغدودي، نرحب بضيوفنا سي ماهر جيدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مرحبا بك سي ماهر. وكذلك سي عماد أولاد جبريل رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، أول مرور عندك في التلفزة الوطنية تو السنه والماضي أكيد في الخطة هذه. مرحبا ومبروك مرورك إلى قبة البرلمان. شكرا. نبدأ بالحديث معك سي ماهر جيدي، قانون هذه المجالس البلدية والانتخابات البلدية، أسئلة بالجملة حول الانتخابات البلدية، هذه التنقيحات، وخاصة نبدأ من حيث توقف زميلي نزار الزغدودي، هذه الآراء الخلافية صلبة مجلس الهيئة حول يعني العديد من الأمور الخاصة بالمجالس البلدية وبانتخابات مجلس الأقاليم والجهات، مجلس الأقاليم والجهات. شكرا، بارك الله فيك. إنصاف، في الحقيقة هو كما تعرفوا صدر المرسوم عدد 8 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وفيه أحكام تتعلق بالانتخابات البلدية. في الحقيقة السؤال الذي طرح هل أن اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجميع الفاعلين في الشأن السياسي يقولوا هل أن الانتخابات البلدية قادرين باش نعملوا الانتخابات البلدية في الأجل 3 أشهر من نهاية العهدة، عهدة المجالس البلدية؟ السؤال هذا معاش يتطرح. علاش معاش يتطرح؟ لأنه صدر المرسوم عدد 9 القاضي بحل المجالس البلدية وتعيين نيابات خصوصية، وحل المجالس هذه وتعيين نيابات خصوصية هذا ما جاش من فراغ، هو جاء نتصور سيادة رئيس الجمهورية لما قرر حل المجالس البلدية قرر بناء على معطيات واقعية،
وبناء على اعتبارات قانونية وسياسية. احنا كهيئة عليا مستقلة للانتخابات لا نتدخل في القرار السياسي الذي اتخذه سيادة رئيس الجمهورية. ما يخصنا كهيئة عليا مستقلة للانتخابات دورها فني تنظيم الانتخابات والإشراف على إدارة العملية الانتخابية. أنا نقول أنه صرحت قل أول حاجة نحب نقول أنه مجلس الهيئة فما اختلافات جوهرية كبيرة جدا في المواقف بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هناك من الأعضاء الهيئة ومن صرح في الإعلام يقول أن نحن جاهزون للقيام بالانتخابات بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها. وهناك شق أقلي أكاد أكون فرد واحد في مجلس الهيئة يقول اليوم لن نستطيع أن نقوم بالانتخابات البلدية في موعدها بعد 3 أشهر من تاريخ حل المجالس البلدية، على اعتبار أنه أول حاجة نقيمه العمل المجالس البلدية هذه. ثاني حاجة باش تعطيني إذا كان مشينا في إقرار الرزنامة كما قولوا بعد 3 شهور من حل المجالس البلدية هذه، راهو مش نلقاو صعوبات كبيرة جدا في تنظيم الانتخابات هذه. وخاصة نعطي مثال بسيط أنه القانون الانتخابي القانون المرسوم الذي نقح القانون الانتخابي فيما يخص الأحكام المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية هناك لم يستثني رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنحلة، وبالتالي رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنحلة الذين تم انتخابهم في المناسبة الانتخابية السابقة يجوز لهم أن يتقدموا بترشحات للمجالس البلدية الجديدة. وأنتم تعلمون ونحن نعلم أنه هناك تتبعات قضائية اليوم بدأت في خصوص الأعضاء ورؤساء المجالس البلدية المنحلة، وبالتالي أنتم تعرفوا فما الزمن القضائي والزمن الانتخابي. الزمن الانتخابي أسرع جد بكثير من الزمن القضائي. نتصور أنه اليوم أعضاء مجالس بلدية ورؤساء مجالس بلدية موضوع تتبع جزائي والمرسوم الجديد لم يمنحهم يقدم هما موضوع تتبع جزائي يتقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجالس البلدية دي، ونلقاو غدا أنهم هما تنجم تقبل لهم الترشحات متاعهم على اعتبار أنه لم تصدر في شأنهم أحكام باتة. والمحكمة الإدارية هناك فقه قضاء مستقر يقول لك طالما لم يصدر في شأنهم أحكام جزائية باتة فإنه يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقبل ترشحاتهم. وبالتالي هذه صعوبات راهو علاش أنا نقول هكا انطلاقا من التجربة في الانتخابات التشريعية السابقة وجدنا أنفسنا أمام مترشحين موضوع تتبعات جزائية وتقدموا بترشحاتهم، والمحكمة الإدارية رفضت قرار منعهم من الترشح على اعتبار أنه ما صدرتش في شأنهم أحكام جزائية. اليوم علاش أنا نقول يجب شيئا من التريث، يجب أن أول حاجة في انتظار أنه القضاء يبت في الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية اللي هما محل تتبعات قضائية وحتى تصدر في شأنهم أحكام باتة إما بالإدانة أو بعدم الإدانة، وبالتالي يحق لهم أنهم يترشحوا للمجالس للانتخابات البلدية. اليوم راهو مش من أولوية الأولويات أنه نقوموا بالانتخابات البلدية على الأقل في 3 أشهر القادمة. تقريبا تغرد خارج السرب سرب بقية أعضاء الهيئة، زملائك مش مقتنعين بهذا الرأي أم يعتبروا أنه العملية تقنية بحتة يجب أن نمر إليها مهما هذا؟ رحنا نتسائل وتسألنا هوني في البلاتو إلى أي مدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملت أندبريفينج، عملت تقييم للعملية الانتخابية، خاصة وأنه تبين أنه كانت هناك أخطاء استراتيجية أثرت على الانتخابات، أثرت على الإقبال، أثرت على الأرقام والقراءة في الأرقام، وأثرت في مسار كامل يعني. شكرا. هو سؤال في الحقيقة مركب، نحاول انا باش نجاوب بالتفصيل في كل جزء. بالنسبه لتنظيم الانتخابات الاستحقاقات الانتخابيه بصفه عامه هي يعتمد على عنصر الخبره.
ولما أقول الخبرة، الخبرة مش معناتها الأقدمية في الهيئة، الخبرة راهي اختصاص، الاختصاص الاختصاص في القانون، والاختصاص في القانون العام، والاختصاص في القانون الانتخابي، والمادة الانتخابية راهي مادة إدارية بالأساس وليست مادة جزائية. من يعتقد أنه الانتخابات هي مادة جزائية فهو واهب. الانتخابات هي مادة إدارية أصيلة، والخبرة هي خبرة الاختصاص، اختصاص في القانون العام. خليني أقول المسألة تتعلق في عديد المسائل في التنظيم التحقيقات الانتخابية السابقة، لابد من مراجعات خيارات اتخذتها الهيئة، اختيارات اتخذتها الهيئة بناء على وانا نتحمل مسؤوليتي في الكلام اللي قاعد نقول فيه. راهو بالنسبة نسبة المشاركة اللي هي صحيح الهيئة العليا المستقلة قامت بوسعها وفي نطاق الاجتهاد المخول لها بالقانون، ولكن يجب العمل على المراجعات. هناك خيارات اتخذتها الهيئة خاصة في وانا قلتها في منابر إعلامية سابقة، هي في إقصاء في مثلا في الحملة التحسيسية، الحملة التحسيسية وما أدراك ما الحملة التحسيسية في تنظيم الانتخابات. الحملة التحسيسية لما أنت تقصي من الحملة التحسيسية الإعلام الخاص بذريعة أنك أنت تحافظ على المال العام، هذا غير صحيح. لما أنت تكون عندك استحقاق انتخابي لا يجوز أن تتذرع بالمحافظة على المال العام من أجل أنك أنت تقصي الإعلام الخاص. الإعلام الخاص المال العام موجود لتمويل الإعلام الخاص ولا يمكن أن نتذرع بحماية المال العام. كذلك بالنسبة للتسجيل الآلي وكل هذا بالنسبة للحملة التحسيسية. بالنسبة للتسجيل الآلي كما تعرفوا وسبقنا وقلناها قبل أنه اليوم مشينا في نظرية في خيار التسجيل الآلي وأثقلنا السجل الانتخابي بعدد زوز ملايين غير مهتم أساسا، مما أثر على نسب المشاركة التي تم التصريح بها. هذه خيارات، هذه خيارات. وحتى الإعلان كذلك عن النتائج الأولية اللي هي كانت أرقامها في الأحداث، وهذا ثابت من عند مراقبين من عتيد من كل المنظمات. فما تسرع في الإعلان على النتائج لما احنا نعلن على النتائج ب 8.8 في في الانتخابات التشريعية، ونحن لو تريثنا قليلا لأعلننا على 11.4 كما أعلننا عليها نهائيا. فهذا التسرع، هذه الخيارات لابد اليوم من مراجعتها. وشوف راهو التقييم والتقييم الموضوعي، لا يجب أن ما يزمنش نتغشوا ولا نغضبوا من التقييمات. التقييمات لابد منها، واليوم هذه فرصة باش نراجعوا أنفسنا وباش نحطوا نفسنا على المسار والسكة الصحيحة إن شاء الله. هو جميل جدا أنه واحد يراجع نفسه، ونتمنى أنه الكل يتم معناها الجميع في الهيئة معناها نراو منهم هذا النفس متاع المراجعات. بالنسبة لسي عماد أولاد جبريل كانت جلسات متتالية إذن للجنة النظام الداخلي. خليني قبل ما نمر للسؤال اللي ممكن تتقطع فيه أنت وسي ماهر جديدي، خلينا نتحدث خاصة على النظام الداخلي الجديد، البرلمان الجديد، برلمان الجمهورية الثالثة. هذا البرلمان اللي من المفروض يقطع مع مشاهد يعني كرهتها التونسي، خلينا ننتقي كلماتي، مزرية. هذا كنت تقول قبل من مرحبا بك سي عماد، عايشك ساعة، ومرحبا بكل مشاهدي الوطنية الأولى. قبل السؤال بتاعك نحب تقطع شويه مع سي ماهر، هو راهو ممتاز جدا وقت اللي يكون الهيئه هي بيدها تعرف النقائص نتاعها. هذايا راهو المفروض احنا نقدموه، حتى حاليا مجلس نواب الشعب مازال ما خذاش مسؤوليته كامله، لانه المفروض انه هذه ملاحظات تجي من عند مجلس النواب وتجي ايضا حتى من عند المراقبين. لكن وقت اللي تلقى الهيئه بالحق، معناها وقت اللي تلقى الهيئه هي اللي تقدم النقد الذاتي نتاعها وبالحق، معناها ملاحظات دقيقه، وفي اغلبها نزيد نضيف عليها النقطه اخرى مهمه، انه في التسجيل الالي اللي صار هناك العديد من الشباب وابنائنا اللي هما اول مره باش يكونوا يقوموا بعمليه الانتخاب كانوا مسجلين في اماكن غير اللي المقيمين بها، معناها دونك التسجيل هذايا وعمليه التحسيس ممكن ما كانتش بالكيفيه المطلوبه في عمليه التحيين.
هذا يزد من بين الإشكاليات اللي باش نلقاوها موجود واضح. موجود نتفاعل في إطار آخر لأنه يهم مجلس النواب الشعب لهنا ايه؟ تأجيل الانتخابات البلدية بأكثر مدة معينة مش يهزنا إلى تأجيل الانتخابات الجهوية والإقليمية، وبالتالي بدون شك هو تأجيل انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذا مربط الفرس، هذا هو انت حلتنا طول مضان حبيت سؤال يعني طوطأ يا أخي، انت دخلت لنا في الموضوع كيفاش تراو العملية يجب أن تكون. أعطانا سي ماهر جديد كعضو هيئة وكنائب رئيس للهيئة، البرلمان كيفاش يرى هذه النقطة؟ احنا مستقبلا باش معناه باش نكونوا واضحين، دونك بما أننا نعرف احنا علاش قادمين، دونك المراسيم ما تم إصدارها، ومجلس النواب الشعبي يجب يتحمل مسؤوليته كاملة في إطار الشيء هذا، يلزم التفاعل اللي يكون موجود. دونك احنا هياكل الدولة مرتبطة ببعضها، العمل باش ما تخليش البلوكاج يكون موجود غدوة في 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 العمل ككل، مانيش باش نعطلوا مصالح الدولة ومصالح المواطن. بالتالي المجلس النواب الشعبي بإمكانه من خلال نظامه الداخلي إصدار أحكام انتقالية يفوض لنفسه بموجبها نفس الصلاحيات الموكولة إلى مجلس الجهات والأقاليم إلى حين يتم الانتخاب متاع المجلس الجهات والأقاليم. بتبيع نعرف الأحكام الانتقالية تنتهي بموجب الانتفاء المدة أو انتفاء الظرفية الزمنية اللي جعلت من أجلها. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية كيف في إطار تفاعل معه، دونك القانون الانتخابي وتعديه وتنقيح القانون الانتخابي هذاك زاد مكفول بعد تالي ولا على مجلس نواب الشعب، من خلال أيضا تكون المبادرة إما عن طريق مجلس نواب الشعب أو عن طريق متولاة الهيئة هي بيدها تطرح مجموعة من التعديلات حسب النقائص اللي هي درستها. دونك هذا باش يكون في إطار التفاعل الإيجابي بطبيعة الحال اللي نحكوا فيه. نرجع حاليا للسؤال نتاعك الأصلي وتوين سفدوا من البرلمان ومن المشاهد اللي كانت موجودة. شوف نحب نقول حاجة، احنا حاليا قاعدين نخدمه وين جيت، واللجنة ما زالت منعقدة منذ الصباح إلى حد هذه الساعة في المجلس، نشتغل على كل النقاط الموجودة. ليس صحيح أن لدينا نظام داخلي حاضر وجاهز، وليس صحيح أن نتلقى في التعليمات، باش نكونوا واضحين، لجنة النظام الداخلي لجنة مستقلة بذاتها تعمل على إرساء نظام داخلي يكرس إلى المشهد البرلماني الجيد، من خلال أنه هناك مشتقة مدونة سلوك، المدونة السلوك هذه تعطي كل الأخلاقيات التي يجب اتباعها داخل البرلمان، كذلك الغيابات الغير شرعية والاقتطاع، كذلك باش تكون فهمتني ولا تحديد كل اللجان الموجودة والكتل التي ستكون موجودة. بالتالي لن يكون مجلس النظام الداخلي مخالف للدستور بطبيعة الحال، لأنه النظام تغير من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبالتالي هناك العديد من الأشياء سوف تتغير، وهناك من العديد من الأشياء التي أصبحت ليست من مهام مجلس النواب الحالي، بالتالي سيقع التخلي عنها بدون نقاش، هذاك مفروغ منه. وأما في البقية فسيكون هناك أيضا تنظيم اللي تشكوا منه في أول الجلسة الافتتاحية على مستوى الإعلام، هذا كله سيكون مبوبا مدونة السلوك وتنظيم التعاطي الإعلامي داخل مجلس النواب وسلوكيات النائب، بالإضافة إلى التنظيم الإداري والمالي، هذا كله باش يكون موجود في مجلس النواب الشعب بقدرة الله، معناه باش تكون اللجان تنطلق في العمل بشكل جدي، والغاية هي أنه يكون المهمة اللي جاء عليها النائب هي مهمة تشريعية ورقابية، ومعناه يكون صوت للمنطقة نتاعو للناس اللي انتخبته ويكون مثال يحتذى به. كي كانوا حاضرين معنا سواء السيد رئيس البرلمان سواء نائبيه وسألناهم السؤال حول مسألة الكتل النيابية، قالوا أنه كانت 24 ساعة تقريبا على الجلسة الافتتاحية، قالوا ما زال الأمر سابق لأوانه. برأيك ترى أنه اليوم حان الحديث ويمكن أن أسأل سؤال ونجد جواب شافي حول هذا الموضوع، موضوع تكوين الكتل؟ احنا فصلنا معناها الموضوع تفصل يوم السبت، يوم السبت تمت المصادقة على فصل تكوين الكتل داخل مجلس نواب الشعب وبناء على الدستور. اكثر من هذا، من ذهب الى تأويل
كلام أو تصريحات سيد رئيس الجمهورية كان واضح في يوم أمس سيد رئيس الجمهورية إلى أن الدستور موجود ينص على الكتل. وقت اللي تلقى أنت في فصل من الفصول في الدستور ينص إلى عدم انتقال نائب من كتلة إلى كتلة أخرى، بالتالي هو تنصيص على وجود الكتل، ولكن ليس شرط. كما هناك حقوق لمن ينتمون إلى الكتل، هناك حقوق نفس الحقوق لغير المنتمين في نفس الأشخاص. وتم تحديد العدد بالنسبة للكتل، نعطيك حتى من طو اللي تم المصادقة عليه، عدد الكتلة تتكون من 15 نائب وتحل مباشرة إذا نزلت تحت 10 نواب. دونك معناها العملية واضحة وصريحة. واضح، هذه دفعة أولى من الأسئلة. نعطي الكلمة لحضرة العميد سي خالد ثم نرجع بالحديث مع سيماء. أنا باش نطرح جزء أسئلة سي عماد دولة جبري. أولا الساعة ما قالوا عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، هو يظهر لي بداية خلاف داخل الهيئة، لا خلينا نقولوا خلاف في الرؤى. هذا كان نتيجة تقييم وإلا ما كانش نتيجة تقييم. أنا قدر ما أبارك عملية تقييم، لكن في اعتقادي ديما في كل هيئة ولا في كل بلاصة تلقى ناس ما تحبش تقيم، ومع الناس ثقافة التقييم هذه. خاطر الخطاب تو اللي شفته، رغم أنه الانسجام لضرورة العملية الانتخابية قبل، لكن حتى في كلامك تو ثم معناها تباعد في الرؤى في خصوص التقييم هذا. وزاد نستخلص الخبرة في مكان يعني نبنيه عليه، خاطر تو زاد تراكمت عنا الخبرة تبارك الله، عملنا قداش من انتخابات، المفروض ما عادش ناقعوا في أخطاء. يعني هذه السؤال الأولين. السؤال سي عماد هما أسئلة مع بعضها. أولا الساعة أنت تعديتنا على مواضيع، أعطيني إجابة إجابة إجابة. الإعلام كيف ستتعاملون هذا؟ كنت خليت باش ندور الحديث باش نسأل وقلوا أعطينا المحاور الكبرى في المستقبل. حاجة ثانية، لا حاجة ثانية، لا موضوع الإعلام مهم جدا. تو مثلا سي ماهر كان واضح وقال أخطأنا في كذا. بالنسبة للجلسة الافتتاحية كانوا زملاء يعني في الإعلام الخاص مستائين جدا. نحكيه معناها ونحن لا، والسيد رئيس مجلس النواب قال لك راهو احنا كان معايا في احد الاذاعات الخاصه، كان موجود معنا في مداخله، قال انه ما يدخلش واحد ما عندوش معناها مختص في الاعلام البرلماني. هذا كلام قال اي مصير اعتماد هو في انا باش نسال في كل برلمان العالم، لكن نحكيه على الجلسه الافتتاحيه. بعد ذلك كل جهه اعلاميه باش ترشح شخص، هذاك هو باش يولي مختص في البرلمان وصحه معتمد يعني. انه عضو يتم ايقافه يوم الجلسة صادر فيه حكم قضائي، زاد كيف ستصير عركة داخل المجلس؟ خاطر الأمن الرئاسي راهو ما يفضلش المشاكل داخل العركة، مش نبداو متفاهمين، ما نحبوا نبنيو على أخطاء الماضي ولا بون يتخيط المرة اللي فاتت. من يتدخل؟ من له حق التدخل؟ زاد هذوما لي ديتاي، خاطر احنا قاعدين باش نصلحوا على ضوء بنية قديمة. بنية قديمة هذه نحبوا نفهموا، جاوبني على هذا نقول لك على الأخرين. بالنسبة للإعلام كما قلنا راهو مجلس نواب الشعب لا يتحمل مسؤولية ما صار في الجلسة الافتتاحية. وبالنسبة لمجلس نواب الشعب هو مجلس اسم على مسمى، مجلس نواب الشعب للشعب الحق في النفاذ إلى المعلومة، ومناش نخدمه وراء غرف مغلق. نحن منفتحين سواء بلجانة سواء بجلستنا العامة سواء بكل الهياكل الموجودة داخل مجلس النواب، ولكن المطلوب هو التنظيم فقط. دونك مثل ما موجود في كامل برلمانات العالم، هناك معناها صحفيين معتمدين وحتى على الصحفيين الدوليين المراسلين القنوات الأجنبية، هناك اعتماد نلقاه موجود من قبل رئاسة الحكومة ويكون 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 موجود. دونك مش يصير هو باش يصير كل القنوات التلفزية او الإذاعات الخاصة او العمومية المرفق العمومي عندهم الحق في النفاذ للمعلومة، عندهم الحق في المواكبة للجلسات العامة والمواكبة للجان الخاصة. فقط ستكون عملية تنظيم حتى اولا يكون نحميه احنا الاعلاميين، وفي نفس الوقت تنظيم العمل داخل مجلس النواب. انه هذا لو كان مقترح اصلا من الصحفيين اللي كانوا قبل هم بيدهم يطالبوا به. علاش يقول لك احنا ما نحبوش الناس اللي نقولوا احنا داخلين على القطاع. دونك هذا مملو. ثانيا نواب الشعب، وهذا ايضا زاد حتى بالاتصال مع السادة الاعلاميين ولا حتى الاخوة الموجودين في كامل معناها اللي وقعت السلبين، احنا معناها هذا اللي حكيناه معهم، وهذا هو اصلا اللي هم مقترحينه. هذا بالنسبة للاعلام اللي مش يكون راهو واضح وصريح. بالنسبة لحكاية
اللي كنت تحكي فيه معنا النائب كذا. شوف راهو بالنسبة للمدونة خاطر سي عماد نستسمحك، خاطر فما صارت معناها إيقافات لنواب اللي مازال اللي خرج من القاعة قبل ما يؤدي اليمين، اللي أدى اليمين ومن بعد جات به فيه قضايا فهمتوا، فما اللي خطية تصلحت، هذايا المشكل. نورمالمون الطعون تم استيفائها من قبل الهيئة، لكن في بعض الأحيان يبدو لي فما أمور يعني في مسالك قضائية اللي ما يتمش التفطن لها، وعلى البرلمان أنه يتخذ فيها قرار بين الهيئة وبين البرلمان. كيفاش باش يصير هذا؟ شوف هو البرلمان مازال اصلا ما 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 موقعش التركيز نتاعو بليجان والكل الكل دونك كيف تتركز الليجان تتركز لجنه النظام الداخلي والحصانه فهمتني، ولا اللي هي معنيه اللجنه المعنيه بال بالحصانه البرلمانيه، او الليجان اللي تنظم العمل البرلماني، او زاد كيف كيف التنسيق على مستوى التشريع او على مستوى تبادل المعلومات مع الهيئات الدستوريه بشكل بكل انواعها، وقتها نجموا نحكيوا على اتخاذ التدابير الملائمه. اما هذا باش يكون راهو منصوص عليه في النظام الداخلي في علاقة بكل الهياكل الموجودة، سواء علاقتنا احنا كمجلس نواب الشعب او حتى في علاقتهم هم معنا، دونك خاطر العملية هي عملية مزدوجة وما تكونش. بالنسبة للتقاضي، التقاضي راهو احنا حتى قبل راهو مفهوم غارة الحصانة، النائب ليس فوق القانون، والنائب مثله مثل كل اي مواطن يتطبق عليه حتى مخالفة مرورية، لكن النائب يتمتع بالحصانة في عمل. عندي سؤال، اول حاجة نحب عجبني موقف سي ماهر التقييم الذاتي، خاطر احنا وقت ناقصنا برشا تقييم ذاتي في تونس، احنا حتى الانسان اللي يغلط يواصل في الغلط ويقول انا صحيح والناس ما عندناش، مش ناقص ناقصنا شويه ما عندناش بناء على وجب التصويب يعني. بناء على التصويب اللي عمله سي خليفه ما عندناش احنا اصلا، المهم مرضى علينا سي خليفه. لا لا هذه ناحية أولى. الناحية الثانية صحيح وكهو هو البرلمان السابق كان برلمان متغول، وهذا أمر احنا نعرفوه، متغول على السلطة التنفيذية، وريناه في أكثر من مناسبة كان هناك تغول للبرلمان للسلطة التشريعية على حساب باقي السلطة، وخاصة هنا السلطة التنفيذية، ونعرفوا ماذا كانت النتائج. اللي ربما أنا اللي قلقني شوية هو أنه نخاف أنه نتيجة أنه كان هناك تغول لسلطة على حساب سلطة أخرى، في هذه الفترة لن يكون هناك هذا التوازن بين السلطتين أو الوظيفتين إن شئنا، ونتيجة لهذا عدم التوازن ربما لا نجد البرلمان يكون قادر على أداء مهامه المنصوص عليها في الدستور، وربما مهامها التي يرى البرلمانيون وفق الظروف التي تعيشها تونس ضرورة أو لا بد أو لا مناص لهم من أن يعبروا فيها عن مواقفهم. فاللي قلقني في كل هذا ربما هي مسألة سحب الثقة، سحب الوكالة. سحب الوكالة أعتبرها هي نوع من سيف ديموقلاس على رؤوس النواب، ونحن نعرف سحب الوكالة، سؤال ربما نسأله حتى لسي ماهر، سحب الوكالة هي لنفرض مثلا، أنا عندي زوز ملاحظات فهم، لنفرض مثلا سيقع سحب الوكالة، سحب الوكالة هل سيقع ما قالوا 10% ما هك 10% من الجسم الانتخابي بتاع المنطقة هذيك الدائرة هذيك، أم 10% من لست أدري ماذا، هذا نحب أنا نعرفها كمواطن تونسي مش فاهمها بالقداء، هذه ناحية أولى. ناحية ثانية الريسك أو إنشأنا أو الحياد معناها اللي يخرج عن طريق إنشأنا هو في السحب الوكالة هذه، أنه نحن نعرف أنه بعض الدوائر في بعض المناطق سعيمد أنا تيفهمني بالباهي تلقى فيها زوز تجمعات مختلفة، مش ما نحبش نستعمل الكلمات لأني أكرهها باعتبار أني من الناس اللي يؤمن بمركزية الدولة. فنتخيل مثلا الذي ترشح في هذه الدائرة ينتمي إلى منطقة معينة في هذه الدائرة، فجماعة الدائرة فجماعة الأخرى في هذه المنطقة التي تتبع نفس الدائرة ولا عندها بعض الحساسية تجاه هذه الدائرة تقرر باش تسحب الوكالة منه. إذا كان 10% تولي المسألة سهلة جدا، يعني المشكلة هي في الفاعلية وفي نجاعة العمل البرلماني. إذا كان النائب سيشعر دائما بأنه مهدد في أي لحظة من أنه تسحب من الوكالة، ليس الاعتبارات على أساس أخل بواجبه بل الاعتبارات أخرى، نحن نحارب
تجاربها، والمشاهد بالتأكيد يفهمني فاش قاعد نقصد. فيا خيبة المسح واضح. وصلت نحكي الحديث مع سي، نواصل الحديث مع سي مهر جديدي نائب رئيس مجلس الهيئة العليا للمستقل الانتخابات، ثم نرجع لك سي عماد. تفضل سي ماهر، الأمور الخلافية، الأمور التقييمية في المقابل، نحب نعرف بالنسبة لمجلس الجهات والأقاليم، بالنسبة للانتخابات البلدية اللي هي باش يقعد هذا المسار منقوص، إذا كان على ذلك ممكن أنت تطلب إلى التريث، وهناك من يريد أن يستكمل هذه المشهدية السياسية الجديدة بكل صراحة. شكرا انصاف، يعطيك الصحه. في الحقيقه مجلس كما تعرفوا المجلس الوطني للاقاليم للجهات والاقاليم هي الغرفه الثانيه من البناء الدستوري للوظيفه التشريعيه. في الحقيقه باش نفسروا احنا للمواطنين انه الغرفه الثانيه هذه تحكمها في الدستور، تحكمها احكام الفصل 81 من الدستور والفصل 140 من الدستور اللي جاء في باب الاحكام الانتقاليه. الفصل 81 يعطي تركيبه المجلس الوطني للاقاليم والجهات، شو يقول؟ يتركب المجلس الوطني للاقاليم والجهات من نواب منتخبين من طرف المجالس الجهويه والاقاليم ومجالس الاقاليم، ويعطي من بعديك كيفاش يتركب المجلس هذا. ثلاثه نواب عن كل مجلس جهوي، ثلاثة نواب عن كل مجلس جهوي، وممثل وحيد عن كل عن إقليم. وهذه هي تركيبة مجلس الوطني للأقاليم والجهات. الفصل 140 اللي جاء في الباب الأحكام الانتقالية من الدستور إيش يقول الفصل هذا؟ يقول تدخل حيز النفاذ المجلس الأقاليم والجهات هذايا وقتاش يقول بعد انتخاب أعضائه استكمال جميع النصوص القانونية، ذات الصلة المنظمة لهذا، يعطيك الصحة. معناتها احنا توا في الفترة هذه نحن الآن بصدد وضع النصوص القانونية ذات الصلة لانتخاب أعضاء مجلس الوطني للأقاليم والجهات. أول نص خرج هو اللي شفتوه انتوما، المرسوم عدد عشرة الذي يتعلق بانتخاب المجالس المحلية وضبط تركيبة المجالس الجهوية والأقاليم. هذاك النص الأول. ولكن في النص الأول لما نقرأه احنا النص هذاك فيه 40 فصل، فصل هذاك 40 فصل، ايش يضبط المرسوم عدد 10؟ يضبط طريقة انتخاب المجالس المحلية، تركيبة المجالس المحلية، ثم المجالس الجهوية، ثم الأقاليم. ولكن في النص هذاك كي نقرأه النص هذاك باش نلقاه يعمل إحالة إلى صدور أوامر رئاسية. فاش الأوامر الرئاسية هذه؟ أوامر رئاسية الساعة تتعلق بتقسيم التراب التونسي إلى أقاليم، والأقاليم هذه تتكون من جهات، وشنو عدد الجهات ومرجع نظر الجهات هذيك. ثم أمر آخر يتعلق بتقسيم المجالس المحلية، الدوائر المحلية اللي هي مش تكون موضوع مجالس محلية إلى دوائر انتخابية على عمادات. هذه كلها راهي أوامر رئاسية يلزمها تخرج بعد ما خرج المرسوم عدد 10. اليوم هالنصوص هذه كل ذات الصلة اللي نص عليها الفصل 140 من الأحكام الانتقالية من الدستور ما زالت ما خرجتش. اليوم فما دراسات، فما تصورات، فما بناء دستوري جديد. اليوم هذا يلزم كله ياخو وقته، راهو التسرع في إجراء الانتخابات راهو غير محمود. والمنشود هو أنك تكون النصوص القانونية مبنية على 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 على, على اعتبارات واقعية ومعطيات موضوعية سليمة. شكرا لك سي ماهر جديدي. سي عماد دولة جبريل، عندك مجموعة من الأسئلة، وخاصة التساؤل الكبير وقتاش يتم تركيز كل اللجان، الجلسة العامة الأولى وقتاش باش تكون، وخاصة متى يستأنف المجلس وظيفته التشريعية؟ المجلس وقع أو استأنفه بلجنة النظام الداخلي، هو حاليا يقوم بالوظيفة متاعه، يخدم على مختلف اللجان وكل بيع على سائل النظام الداخلي. كيف ما تنجمش تكمل يعمل جلسة في التحية متاعه إلا ما تكمل كل التركيبة باللجان، بمكتب المجلس، بمساعدي، بآليات، لأنه أقبل كنا نشكلوا اللجان. اليوم أصبح عندنا آلية الانتخاب يفوض عليك الدستور، بالتالي فهمتني ولا؟ اليوم يلزمك تنتخب أعضاء اللجنة. كيف شنو باش يتقرر اللجان أنه منهم؟ لأنه قبل كان عندنا مثال في النظام الداخلي السابق مجموعة متاع لجان، اليوم
معناها هل مش نمشوا في لجان قاضة ولجان خاصة أو لجان موحدة وتكون أكثر شمولية وتأخذ البعد الرقابي والبعد التشريعي في نفس الوقت؟ كيف كيف آليات الانتخاب متاع مساعدي رئيس مجلس النواب اللي هم باش يشكلوا المكتب، أو أنك باش تمشي في أنه أعضاء اللجان رؤساء اللجان هم بيدهم اللي يولوا يشكلوا المكتب المجلس؟ هذا الكل راهو ماهوش معناه باش نجيو اوكي احنا نملوه، هذا ياخذ نقاش مع كل اعضاء اللجنه، وفي الاخير راهو في جينا بالستة ثمانية تسعة مقترحات على فصل واحد، نحاولوا نجمعوا بين كل الفصول وفي الاخر نخرجوا بصيغه او صيغتين ثم نمروا الى التصويت، حتى كان كل مره باش نمروا الى التصويت دونك مش ناخذوا برشا وقت. اللي نحب نقول اللي احنا تجاوزنا سقف ال 50 فصل حاليا تقريبا، ولكن ما ننساوش اللي مازال برشا فصول في التنظيم نتاع الهيكلي. اول ما يتم الانساء كامل يتم تمرير القانون الى رئاسه المجلس. بطبيعه الحال باش نعملوا زاد كيف كيف عباره على نظام داخلي صغير ينظم الجلسه الاولى الافتتاحيه في اليه تسييرها، ثم اذا تمت المصادقه على المجلس على النظام الداخلي بطبيعه الحال ينطلق مجلس النواب بكل لجانه وهياكله وكل مقومات اللي تخليه يخدم على روحه بشكل سلس ومعتاد. سؤال، هل سيسمح مستقبلا في المجلس انه تتدخل الشرطه الاقتياد نعرف الحادثه هذيك لن يقاس عليها لانه وقتها مازلت فماش يعني رئيس مجلس. شوف هذا مش يحدو النظام الداخلي بل حدده الدستور واقره النظام الداخلي. الدستور حدد مفهوم الحصانه وحدد آليات سحب الثقة سحب الحصانة، وبالتالي المشهد هذاك لن يكون ولن يتكرر لأن هناك آليات قانونية يتم اتباعها للإجراءات التقاضي مع أي نائب مخالف. سي خليفة يظهر لي ما جاوبش على سؤالك. لا السؤال في بالي موجه للسمير، إذا كان السؤال موجه لي أنا مع صاحب الوكالة، لكن خليني نفسر لك حاجة. ممكن إذا كان 10% اللي تقصدهم، 10% هم من الجسم الانتخابي، وإذا ما مضت تحصل على 10% يتم إيداعه لدى مجلس نواب الشعب ويتم التصويت عليه في جلسة عامة لتتم معناها الأمور بشكل نهائي، وسنمر إلى انتخابات أخرى. إيش معناه؟ معناه راهو سحب الوكالة ماهوش بالعشرة بالمئة بل بالتصويت على سحب الوكالة في كامل الدائرة الانتخابية. بالتالي اللي كتحكي فيه أنت إذا كان ثم ما فهمك شو تقصد مجمع سكاني لهنا ومجمع سكاني لهنا ما عملنا حتى شيء، حتى اللي سحبوا الثقة منا مش تعدى للصندوق من جديد، هم مش يعاودوا يصوتوا من هنا. بالتالي آلية سحب الثقة معناها مش مربوطة بتوحد كل الجهود والإجماع على أن هذا النائب غير قائم بالواجب نتاعو، مش على خاطر واحد اشتهى شاه ويحطها في عشاه. هذا التفسير سي عماد واضح. تحب تدخل تفضل سيماه. هو في الحقيقة بإجازة مزونة تكتيفة مربرنة، هو في الحقيقة راهو القانون الانتخابي القانون الانتخابي نص على إجراءات دقيقة في مسألة سحب الثقة بالنسبة لسحب الوكالة بالنسبة للنائب. شنو هو سحب الوكالة؟ القانون الانتخابي يقول لك في حالة تقصير بين في أداء المهام النيابية فما إجراءات ينص عليها القانون الانتخابي، وأعطى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات دور كبير جدا في 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 سحب الثقة بخلاف التجارب السابقة اللي كانت من أنظار البرلمان، اليوم ولات من أنظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب عريضة ممضات من طرف عشر 1/10 من المسجلين في السجل الانتخابي للدائرة التي ترشح فيها النائب هذاك. العريضة هذه ممضات يتم البت فيها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إما بالقبول أو بالرفض، والقرار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بالبت في هذه العريضة هو موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية تنظر ابتدائيا واستئنافيا في هذه المسألة وتقرر. إن قررت كذا يتخذ قرار نهائي بسحب الوكالة من النائب في البرلمان بناء على التقصير البين في أداء ما علاش يا إنصاف خلينا نقول هذا علاش؟ على خاطر النظام الاقتراع الجديد هو يقدم النائب يقدم راهو برنامجه الانتخابي، والبرنامج الانتخابي هذاك بمثابة الالتزام الأخلاقي والقانوني للنائب في أداء مهامه النيابية. نجم نسأله؟ تفضل.
سؤال بالله الأولاني، ساعة ثم تدخل سافر من الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي التونسي، هل ثم بلاغ باش يخرج على مجلس النواب؟ لو حاجة ثانية في علاقة بالأطراف، في علاقة بالأطراف اللي تحب تعطل في بالبرلمان العربي ولا بالبرلمان الإقليمي، شنو الموقف في كلمتين معني؟ الموقف بتاعنا احنا واضح، عبر عليه سيد رئيس البرلمان، لكن احنا بما انه مازال ما ثماش تركيز كلي، الوحيد اللي عنده الحق حاليا باش يصرح باسم البرلمان هو سيد رئيس البرلمان. اللي شكرا لك سي ماهر الجديد نائب رئيس الهيئه العليا للمسابقه الانتخابات، شكرا سي خالد عبيد، شكرا سي عماد دوله جبريل، شكرا سي خليفه الشيباني، نلتقي غدوه في نفس التوقيت بالستة لثمانية، تصبحوا على خير.